هذا وقد عبر عدد من أولياء الأمور عن إيجابية هذا القرار والذي يصب في صالح مستقبل أبنائهم. قرار نوعي بدأ العمل به من اليوم لرسم ملامح المرحلة التعليمية للأجيال القادمة، وذلك من خلال فتح المجال أمام مواليد العام بمختلف شهوره ليلتحقوا بمقاعد الدراسة في المدارس الحكومية دون الحاجة إلى تسجيلهم في المؤسسات التعليمية الخاصة. طبعاً القرار الجديد واجد ممتاز وبيستفيدون منه فئة كبيرة، وبالخصوص انه ما بيطف عليهم سنه، ففرحه الجاهل فرحه الاباء، يعني قرار جدا جيد وبيعطي يعني اولويه حق اليهال براحتهم المدارس. القرار طبعا اثلج صدورنا وخفف علينا اعباء احنا دافعين تكاليف، وهذا القرار بالنسبه لنا كان شيء مفرح يعني. وطيب الحمد لله، واساس ان الاطفال كلهم يدشون نفس السنة، ما يدش 2016 مع 2017 يحسوا روحه عمره غير عنهم. والحمد لله ان فتحوا حق المدارس بدل ما نوديهم المدارس الخاصة وصير عباء على الاهالي. هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من قبل وزارة التربية والتعليم، وها هو يطبق اليوم لتكون مملكة البحرين طبقت واحدة من أرقى السياسات التعليمية الدولية في قبول الأطفال المستجدين بالحلقة التعليمية الأولى. طبعا أنا من اللي شملني اللي هو شهر 9، وكنا أول شيء خايفين بداية، بس الحمد لله رب العالمين فضل يعني الحكومة الرشيدة ما قصرت ويانا زين. الحمد لله تجي تشوفونا بعد تضحك أول شيء مستانسة. الحمد لله هذا القرار واجد يعني ناسبنا وصب في مصلحة أبنائنا الطلبة، لأن إحنا في السنوات اللي فاتت عانينا من مشكلة أن الأبناء مواليد 9 و10 و11 و12 إن ما ينقبلون في نفس السنة اللي مع أقرانهم الطلبة. نشكر وزير التربية والتعليم على هذا القرار، جف وقته، ومع أن ولدي شهر 9 و1/9 كان يعني يوم فرق بين يعني التسجيل الطبيعي، وكنا ننتظر هذا القرار من زمان. بلوغ الأطفال سن إلزامية التعليم والحاجة الماسة للانضمام إلى مقاعد الدراسة هو أحد أهم الأسباب التي دفعت وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ هذا القرار، فهو ليس استثنائيا للعام الدراسي القادم، بل سيكون سياسة مطبقة بشكل دائم بالوزارة، حيث يتم قبول مواليد كافة شهور السنة دون استثناء لأي شهر كما كان في السابق. مبادرة إيجابية من قبل الوزارة بتطبيق هذه الخطوة النوعية ستساهم في رسم ملامح مستقبل التعليم في مملكة البحرين، ما يعكس تطلعات الحكومة الموقرة في إيجاد مخرجات تعليمية متميزة، خصوصا وأن مراجعات السياسات التعليمية وتطويرها بشكل دوري من شأنه أن ينعكس إيجابا على تلك المخرجات، ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.